بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الأعزاء، المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في ندوة اليوم التي سنتناول من خلالها واحدة من المناسبات الحقوقية بالغة الأهمية. ففي الرابع من حزيران يونيو من كل عام يستذكر العالم ضحايا العدوان من الأطفال في حرب لبنان عام 1982. ومع شن المزيد من الحروب الكارثية التي تلا وقوعها ذلك التاريخ، توسع الغرض من المناسبة ليشمل الاعتراف بالألم الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم الذين يقعون ضحايا العدوان وما ينجم عنه من أنواع الإساءات الجسدية والعقلية والعاطفية. ويؤكد هذا اليوم التزام المنظمة الأممية ومجلس الأمن بحماية حقوق الأطفال باعتبارهم الفئة المجتمعية المهمة في بناء الدول وديمومتها. وجريمة العدوان هي نوع محدد من الجرائم، حيث تخطط دولة ما لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة وتشرع في عمل عدواني أو تنفذه باستخدام القوة العسكرية التي تمتلكها، ويتم الحكم على الفعل على أنه انتهاك بناء على طابعه وخطورته وحجم تداعياته. والحرب العدوانية هي جريمة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم اعتماد ممارسة الولاية القضائية الدولية على هذه الجريمة بالإجماع من قبل الدول الأطراف في المحكمة. وفي ضوء تحايل الولايات المتحدة الأمريكية على القانون الدولي من خلال شروعها في حرب عدوانية ضد العراق دمرت حياة الملايين من المدنيين، يتضح أن واشنطن كانت تسعى لإفلات القادة والجنود الأمريكيين من العقاب ولتفادي محاكمة المسؤولين على أفعالهم العدوانية. كان من الإجراءات المبكرة لإدارة بوش الابن هو إلغاء التوقيع على المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن تظل الأمم المتحدة مدينة لنفسها وللمبادئ التي تقف المنظمة من أجلها بعدم السماح بانتهاك القانون دون عقاب، أو على الأقل لفت انتباه الشعب الأمريكي إلى حجم الانتهاكات التي يرتكبها حكامه باسمهم. ولتسليط الضوء على جانب من مآلة إليه أوضاع الطفل في العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني والهيمنة الإيرانية التي عقبته، سنتناول في هذه الندوة ورقتين اثنتين. الورقة الأولى بعنوان اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، الحالة العراقية نموذجا، يقدمها سعادة المحامي الدكتور عوني لزيوت مدير مركز أديم الأرض للتنمية وحقوق الإنسان. أما الورقة الثانية فهي بعنوان اتفاقية حقوق الطفل، يقدمها سعادة الدكتور عماد زغول الناشط الإعلامي والحقوقي. آملين الحصول على الفائدة المرجوة من خلال طرح المعلومات التي سنتشاركها معكم جميعا. نبدأ أولا مع الورقة الأولى بعنوان اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، الحالة العراقية نموذجا، والتي سيقدمها سعادة المحامي الدكتور عوني لزيوت مدير مركز أديم الأرض للتنمية وحقوق الإنسان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الأخ أحسان وسعادة الدكتور أيمن العاني، الحضور الكرام، اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لقناة الرافدين على هذا اللقاء في اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، ونأخذ الحالة العراقية نموذجا. يحيي العالم في اليوم الرابع من حزيران من كل عام
مناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من أطفال الأبرياء. وكان السبب الأول للاهتمام بهذا اليوم هو ما حصل من ترويع وضرر بالأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1982، وما تعرضت له مخيمات صبرا وشتيلا وما تلاها من أعمال عدوانية على الأطفال، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة استثنائية طارئة بموجب قرارها رقم واو على ألف على طاء 7/8 المؤرخ في 19 آب عام 1982 لتقرر اعتماد هذا اليوم للاحتفال به في كل عام، وأظهار الاهتمام بالأطفال وضرورة حمايتهم من آثار العدوان وعدم الاعتداء على براءتهم وحقوقهم. ونشرت الأمم المتحدة على حسابها الخاص في الفيسبوك أنه في الحالات التي ينشأ فيها الصراع المسلح يكون الأطفال أكثر أفراد المجتمع ضعفاً وتضرراً. ومن الحقائق المحزنة أيضاً أنه في الحالات التي يندلع فيها الصراع المسلح يعد الأطفال الأكثر تضرراً من عواقب الحرب، وأكثر الانتهاكات شيوعاً هي تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب والقتل والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات والحرمان من التعليم ومن وصول المساعدات الإنسانية. والهدف من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم، ويعد تأكيداً لالتزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال، ويسترشد به باتفاقية حقوق الأطفال، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ بحسب تقرير الأمم المتحدة. وزودت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالخطة الرئيسية العالمية لضمان مستقبل أفضل للأطفال بحسب الأمم المتحدة. وتضمن جدول الأعمال الجديد في هذه الخطة ولأول مرة تحديد الهدف رقم 16 لإنهاء جميع أشكال العنف، ووضع حد لإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم عبر العديد من الأهداف الأخرى المتعلقة بالعنف. ويلزم بالمزيد من العمل لحماية 250 مليون طفل يعيشون في البلدان والمناطق المتأثرة بالصراعات، وتعزيز القانون الدولي الإنساني وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الأطفال. كما ناشد خبراء الأمم المتحدة خبراء حقوق الإنسان الحكومات لتعزيز تدابير حماية الأطفال من أجل الإسهام في حفظ الملايين منهم في جميع أنحاء العالم. وتظهر أهمية الاحتفال بالمناسبة الأممية، ومنها الاحتفال باليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، لتكون مناسبات تثقيف للجمهور بشأن القضايا ذات الاهتمام وحشد الإرادة السياسية وتقديم الموارد المادية واللوجستية الخاصة لمعالجة المشاكل العالمية، والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. ويأتي احتضان الأمم المتحدة لها كأداة دعوة قوية وفعالة للاهتمام بها. وفي العراق، البلد الذي تعرض لحرب عدوانية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بزعم أنه سيكون عراقا جديدا نموذجا للدول الأخرى في المنطقة، فإن الملايين من الأطفال في العراق فقدوا طفولتهم وباتوا بحاجة إلى الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، حيث انتهك هذا العدوان كل حق من حقوق الإنسان للأطفال العراقيين، وأصبحت حياتهم وسبل عيشهم وعيش أسرهم محفوفة بالمخاطر
وأدت النزاعات والصراعات المتواصلة إلى انقسام المجتمع ومقتل مئات الآلاف من آبائهم وأفراد أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم. ومن خلال التقارير المتعلقة بالآثار السلبية للعدوان على الأطفال العراقيين وعدم اكتراث الحكومات المتعاقبة في ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين حالتهم من خلال تكييف تدابير قائمة على الأدلة، فإنه من الواضح أن مستلزمات الحل الشامل لمشاكل حماية الطفل غير متوفرة حاليا، ولا سيما إن الحاجة الأساسية لحماية الأطفال العراقيين هي إنهاء الصراع ومسبباته. ويعد النظام الأسري والتعليمي والاستقرار الاجتماعي عناصر أساسية في الجهود المبذولة لتحقيق التقدم في حماية الطفل. ولتحقيق النظام والاستقرار يجب إحداث تغيير جذري على الواقع الحالي في العراق، على أن تكون سلامة الأطفال وأمنهم ورفاههم في طليعة الأولويات الوطنية لضمان مستقبل أكثر إيجابية على الصعود كافة. وبحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف والجهات الحكومية العراقية في بغداد، نعرض لكم جوانب من أوضاع الأطفال ضحايا العدوان ضد العراق، وهي كما يلي: ضحايا أعمال العنف، أكثر من 5 ملايين طفل تأثروا بشكل مباشر بأعمال العنف المختلفة في العراق، ويشكل الأطفال أكثر من 15% من إجمالي أعداد القتلى. تجنيد الأطفال في العراق في الوقت الراهن، أبرز الجهات المتورطة بهذه الجرائم هي الميليشيات الموالية لإيران، مستغلة الفقر المدقع لدى فئة واسعة من الأطفال العراقيين، وتقوم بتجنيدهم للقتال ضمن صفوفها في جهات المواجهة في العراق وسوريا. وعلى الرغم من الدعوات الأممية لوقف مشاركة الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة وسن قانون منع تجنيد الأطفال عام 2008، إلا أن كل الدعوات والإجراءات تذهب أدراج الرياح مع إصرار تلك الميليشيات على استغلال الأطفال واستخدامهم في القتال، وسط تغاضي الجهات المعنية عن هذه الجرائم. ضحايا مخلفات الحروب، ما لا يقل عن 500 طفل قتلوا من جرائها خلال السنوات العشر الماضية. وبحسب اليونسف فإن مخلفات الحروب تسببت بمقتل وإصابة 16 طفل عراقي خلال شباط فبراير الماضي. وتشير التقديرات الأممية إلى أن مخلفات الحروب تنتشر على مساحة تصل إلى 4000 كيلومتر مربع في مناطق مختلفة من العراق. ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، 1/3 الضحايا من الأطفال من تسول ودعارة وبيع أعضاء بشرية وغير ذلك. أعداد الأطفال المتسولين في العراق على سبيل المثال تتراوح بين 200,000 إلى 450,000. الأطفال في مخيمات النزوح، 1 مليون طفل عراقي نازح ومشرد في العراق، وهي أرقام مهولة. وسياسة إغلاق المخيمات زاد من أعداد الأطفال المشردين الذين يعيشون في أماكن غير رسمية وغير مسجلة. نسب الفقر والأمية، 40% من أطفال العراق فقراء، و50% من الأطفال بعمر الدراسة أميون. عمالة الأطفال، 800,000 مليون طفل اضطروا للعمل في العراق، من 800,000 إلى مليون، من 800,000 إلى مليون طفل اضطروا للعمل في العراق. الحرمان من حق التعليم، العنف والفقر وتفشي الأمراض وسوء التغذية وسوء التغذية والجوع أبرز موانع الالتحاق بالمدارس، إلى جانب قلة المباني المدرسية وغياب الكوادر التدريسية وانعدام المناهج التعليمية المتطورة والرصينة. كل ما تقدم يحرم نحو 7.5 مليون طفل في العراق من الحق في التعليم. نسب التسرب من المدارس،
40% من المرحلة الابتدائية، و 56% من المرحلة المتوسطة، و 70% من المرحلة الثانوية. تدني المستوى التعليمي وخروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم أدى إلى زيادة كبيرة وغير مسبوقة بأعداد الأطفال غير المتعلمين، انحدار ملحوظ بمستوى من تلقى التعليم من أطفال في العراق. وبحسب البنك الدولي فإن 90% من الأطفال في المرحلة الابتدائية لا يفهمون ما يقرؤون. الأيتام حقائق وإحصائيات، لا أرقام رسمية دقيقة لأعداد الأيتام في العراق، وتشير التقديرات إلى أن أعدادهم تتراوح من 5 إلى 7 ملايين يتيم، معظمهم بلا حماية ولا رعاية. الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب في السجون، نحو 25,000 طفل بينهم من لم يتجاوز 9 من العمر معتقل أو مغيب في العراق. معظم الأطفال المعتقلين جرى اعتقالهم بأدلة واهية، وجميعهم يتعرضون للتعذيب بشكل متكرر أثناء الاحتجاز، ومنهم من فارق الحياة تحت التعذيب أو من جرائه. الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 11% من سكان العراق من ذوي الاحتياجات الخاصة، 50% منهم من الأطفال. فقدان المعيل وتداعياته بالنسبة للأطفال، أكثر من 3 ملايين طفل في العراق بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام 2022. 35% من سكان العراق يعانون من الجوع الشديد، و 65% منهم هم من الأطفال. التفكك الأسري وانعكاساته على أوضاع الطفل، تفاقم ظاهرة الطلاق في العراق بشكل غير مسبوق، فبحسب مجلس القضاء الأعلى فإن معدل حالات الطلاق وصل إلى 8 حالات في كل ساعة بنسبة 40% من أجمالي عدد الزيجات في العراق، وانعكاسات ذلك على أوضاع الأطفال من النواحي النفسية والتربوية وانعدام فرص الحياة الكريمة. اتساع ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال بشكل كبير لأسباب أمنية واقتصادية، وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وانعدام مراكز الرعاية والتأهيل النفسي. الخدمات الصحية، انهيار النظام الصحي في العراق أدى إلى انعدام شبه تام للخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضى، مع ارتفاعات كبيرة في معدلات أمراض السرطان المختلفة والتشوهات الخلقية بأنواعها المتعددة. مما تقدم أيها الإخوة يتبين أن ثمن العدوان على العراق باهظ للغاية من حيث الموت والدمار، وما يزال العراقيون بكل فئاتهم ولا سيما الضعيفة منها يدفعون الثمن من جراء هذا العدوان المستمر. ولدينا فئات واسعة من الأطفال في العراق بلا حماية ولا حقوق، مع شهادات وتوثيقات وأرقام وأحصاءات تؤكد انعدام الحماية والرعاية والسلامة ومقومات العيش الأساسية الأخرى للملايين من الأطفال العراقيين، لا سيما وإن نسبة عالية من العائلات العراقية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يستدعي ضمان محاسبة المسؤولين عن فقدان ملايين الأطفال طفولتهم في العراق من خلال إنشاء سلسلة من التحقيقات في محاكم دولية بشأن الجرائم التي ارتكبت بحق هذه الفئة أثناء شن الحرب ضد العراق وبعدها. وهذه مبادرة مهمة للمجتمع المدني تساعد في تثقيف الناس والحكومات بشأن مخاطر وطبيعة الحروب العدوانية بشكل عام، وكذلك الجرائم المرتكبة أثناء سير الحرب. ومع ذلك هناك حاجة إلى ما هو أكثر من ترك هذه المسألة ليتم التعامل معها من قبل المجتمع المدني فقط، إذ تحتاج الأمم المتحدة إلى الشروع في إجراء تحقيقها الخاص في طبيعة الحرب الأمريكية ضد العراق. يمكن القيام بذلك إما في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من خلال لجنة من أعضاء ممثلين مختارين من الأمم المتحدة وإعادتها إلى الجمعية العامة ومن خلالها إلى العالم. وإذا كانت الحقائق تشير
إلى حائل الولايات المتحدة على ميثاق الأمم المتحدة في تحدي مباشر لمجلس الأمن، فيجب على الأقل توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة على أفعالها، ويجب أن تتضمن توصيات أخرى من الجمعية العامة دعوة لتقديم تعويضات للشعب العراقي. وأتمنى على جميع الأطراف إظهار المزيد من الاهتمام وتطوير الآليات وتهيئة الظروف المناسبة وتقديم الدعم الكافي للحفاظ على حقوق الطفل وحمايته من آثار العدوان، وهو حق قررته جميع الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية السوية قبل أن تقرره مواثيق الأمم المتحدة. شاكرا لكم اهتمامكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المحامي الدكتور عوني لزيوت على ما قدم من أرقام وإحصاءات ومعلومات وحقائق مهمة بشأن ضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء في العراق بعد 19 سنة من الاحتلال المستمر للبلاد. ننتقل الآن إلى الورقة الثانية التي تحمل عنوان اتفاقية حقوق الطفل، يقدمها سعادة الدكتور عماد زغول الناشط الإعلامي والحقوقي، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا لهذه التقدمة وهذه الدعوة على المشاركة في مثل هذه الندوة الحقوقية. ودعوني أبدأ من حيث انتهى الدكتور المحاضر، ولأبدأ القول بالتالي، أن ما تقدم ذكره من سرد للإحصائيات بالأرقام قد تتفق أو تختلف مع هذه الأرقام، وبالمجمل الأرقام ليست بالضرورة أن تعكس الحالة الواقعية لما هو على أرض الواقع. ويعني أنا كحقوقي أحب أن أتكلم عن الطفل بما هو طفل دون أن أدخل إلى الطفل العراقي وأميز عن الطفل اليمني أو عن الطفل السوري أو عن الطفل الأوكراني. يعني الطفل بما هو طفل بحسب تعريفات مواثيق الأمم المتحدة هو من كان دون 18 من العمر ولم يبلغ سن الرشد. فاليوم لما بنحكي عن الطفل احنا بنحكي على جزء من الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، وهم الأضعف في الدفاع عن أنفسهم، والطفل من أحد هذه الفئات الخمسة اللي هم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمهجرون أو من تعرضوا للهجرة، لأنهم هم الأكثر عرضة للانتهاك والأقل قدرة على حماية أنفسهم. فاليوم يعني الأرقام لا أحب دائما أن أضخم بالرقم ولا أن أقلل من شأنه، لأنه المرجعية بالرقم ليست بالضرورة أن تكون كلما ارتفع الرقم كلما كانت مصيبة أكبر. اليوم احنا بنحكي عن الإنسان بما هو إنسان، يعني الطفل الواحد كالطفل المليون، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حقه. فالفكرة ليست بالعدد، العدد اليوم يضخم المسألة، يضاعف المشكلات، يعقد الحلول والاقتراحات، لكن ليس بالضرورة أنه لما بحكي عن حجم الأطفال أنه إذا كانوا 10 مش زي 50 لما هو واحد نفس القصة. يعني اليوم إذا بدنا نحكي بطريقة حقوقية عالمية، اليوم لازم ننتبه للمعايير التي تدل عليها الأرقام. يعني اليوم أنا إذا بقول بمعركة الديجيتال بأحد المعارك قتل طيارين، وقبل 50 سنة أقول قتل 50,000 من الجنود في ساحة المعركة، اليوم الطيارين بيعادلوا 50,000. إذا بدك ترجع المؤشرات لغير، لأن المؤشرات مش بالضرورة المرجع تكون واحدة. فمن هون أنا بحكي عن بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها معظم الدول في العالم هي حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، ومن أهمها الأطفال اللي والذات اللي بيكونوا في معارك أو في ساحات القتال. بغض النظر على الأرقام، إحنا لما نحكي على شيء مفزع، إنه لما بنحكي على موت تعليم لجيل، هذا اللي بنتوقف عنده. يعني لما بحكي على 10% من أطفال دولة ما حرموا من فرصة التعليم، أنا بحكي على 10% بعد 20 سنة اللي هو عمر الجيل، أنا قاعد بحكي إنه في عندي نسبة جهل تزيد. إذا بدك الرقم الجهل يرتفع، لأنه سينعكس، أنت بتحكي على من 20 إلى 25%. اليوم الدول بالعالم تقول إحنا ما عندنا اليوم أمية القراءة والكتاب، اليوم نحكي على
أمية السوشيال ميديا، نحكي على أمية الكمبيوتر. فأنت بترجعني للمربع الأول اللي هو ما قبل الحرف، وأنتوا بتعرفوا أن أول من اخترع الحرف ونشأ في بابل، يعني هي معلمة الحضارات. علم الأركيولوجيا يدل أن منبع الحضارات هي بابل. فاليوم لما نحكي إحنا بال 2022 وناس تحط خطط لل 2030 إنه قديش عندنا نسبة من يتعلمون عن بعد، وقديش نسبة، إحنا بنحكي عن كارثة إنسانية في التعليم. هذا اللي إحنا بنركز عليه. لما نحكي على الصحة، يعني من 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 الحقوق التي تبدأ بالخلقة، الحق في الحياة والحق في التعليم والحق في الصحة. بدناش حرية التعبير، بس ما وصلنا لهوش، لا للكبار ولا الصغار، إحنا نحكي على بس الأساسيات. أنت بتحكي على مرحلة عمرية يتم فيها بناء الجسم فسيولوجيا، إحنا قاعدين نحكي على القوة الأساسي لا يأخذ الأطفال. أنت بتعرفوا أن الجسم ما بعد 18 على الأغلب ما عم ببنيه، يعني هو بعد 40 ببلش يهدم. فأنا إذا بحكي على فكرة الصحة، طبعا أنا بحكي على الصحة للغذاء، لسه ما حكيناش عن الدواء، لسه ما حكيناش عن بناء الجسم لأن يكون أفضل. عندما تتحسن مستوى الصحة، أنتوا بتعرفوا أنه كان من المؤشرات الأممية نسبة موت الأطفال، كان مؤشر مهم جدا لصحة الدولة، قديش عندنا أطفال دون سن الثانية سنتين عم بموتوا بأمراض المزمنة، بتعرفوا الملاريا والكوليرا إلى آخره. فاليوم قاعدين نحكي على هذا الملف، ملف كبير جدا. إذا بدك تحط معايير ولا، إحنا قاعدين نحكي على كارثة عم بتصير، ومش بس بالعراق، نحكي على أكبر موجة لجوء بالعالم سوريا. نحكي على من أسوأ البيئات للأطفال صحيا، نحكي على اليمن. يعني البلدان العربية ابتليت بما ابتليت به لأن نكون يعني متلقي الصفعات، بغض النظر من يصفع، مش قصة الآن. فمهم جدا الذي ينظر إلى الأرقام والإحصائيات أن يدقق أولا ما صدقية الأرقام من يكتب، اثنين انعكاس المؤشر الحقيقي ليس للرقم زيادة ونقصا، وإنما للإنسان بما هو إنسان. نحكي اليوم عن كينونة الطفل، كينونة الإنسان، بنحكي على الطفل المشكل بالأسرة. وانتو بتعرف أنه الأسر العربية هي أسر ولودة، يعني انت ممكن تحكي أنه في عندي 5 أطفال بالعائلة الواحد دون سن 18. إذا انت بتحكي اليوم عن الأسرة الطفل، شوف التداعيات اللي عم بتصير عليه الآن. أنا بحكي عندي 5 أطفال في كل أسرة، وهؤلاء 5 أطفال يعانوا من المشاكل 1 2 3. إذا أنا اليوم بحكي عن بنية الأسرة، من هون العلاج بده يكون أصعب وأكثر يعني دقا لناقوس الجرس للدول المحلية. أنا أتكلم عن الحكومات المحلية، واليوم أنا بحكي كمان عن منظمات المجتمع المدني، واليوم أنا بحكي على شيء أهم من هذول كلهم، أهم من الحكومات وأهم من منظمات المجتمع المدني وأهم من الناشطين والمؤثرين. أنا بحكي على مؤسسة العشيرة. اليوم المكون العربي بالمجمل هو قائم على مؤسسة العشيرة. هذه المؤسسة التي يمكن اليوم منحاول أن نمحيها بهدف أنه مؤسسة العشيرة ليست ديمقراطية ولا. طيب ما أنت جيت على واحد بانيله عريشة بهالصحراء، قلت له شو هالحريشة ما بتقيكيش الحر ولا البرد ولا اشي، اهدمها وابني بيت. قال لك ماشي، فكرة حلوة، هدم العريشة، مين يبني له؟ نخليها العريشة على راسه. اليوم مؤسس العشيرة وتحديدا بالعراق من اهم المقومات في ضبط سير السلوك البشري في المؤسسة البشرية بالعراق. اليوم هاي المؤسسة اللي اصلا عندما جاء الاسلام عزز الايجابيات في هذه المؤسسة. فأول من قال النبي نصرة قال وأنذر عشيرتك أسألكم إلا المودة في. فهي مؤسسة يعني حتى نظام التكافل الاجتماعي بهيك أشياء والتكافل المالي مبني اقتصاديا على مؤسسة القرابة في الدم، قبل النصرة بالأخوة وانتقالا إلى الحزب، انتقالا إلى ما يجمع الناس من أيديولوجيا وأفكار وأحزاب. اليوم خلينا نرجع لهاي المؤسسة ودوائرها سهلة التعامل. يعني كل عشيرة لها أفخاذ، كل أفخاذ فيها عائلات. إذا أحسننا إدارة
إنه أنا عندي بهذه العشيرة 100,000 طفل، 100,000 طفل بكل عائلة في مثلاً 50 على سبيل المثال، بكل العائلة الأصغر مثلاً في عندي 20 طفل. أنا ببلش من هذه الدوائر بنظام محترم يحمي هؤلاء الأطفال من أشكال العنف وإلى خلاله. اليوم لما بنحكي مثلاً هذا المؤشر الأممي لما بحكي على عمالة الأطفال، عمالة الأطفال لما أنا بحكي على كرقم جامد، هذا رقم مضلل وبالضرورة غير صحيح. لما أقول أنا والله عمالة الأطفال في منطقة الشرق الأوسط تصل إلى 30% 20%، طيب أنت مش عارف أنه فكرة الأسرة في المجتمع في الخمسينات كانت تقوم الاقتصاد فيها على عدد أفراد الأسرة؟ يعني كان حتى بأفريقيا حتى ما قبل، يعني ببدايات القرن، كان من يملك عددا أكثر من الأولاد يملك رزقا أكثر، وبالتالي كان دعم اقتصادي. اليوم لما بحكي أنا إنه ابني يعمل بدون 18 بمحل بيع القهوة وبيع إلى آخر حتى يرفد الأسرة بجزء من الرزق حتى تتقوى الأسرة، أجي أقول لا، هاي عمالة أطفال. طيب إيش البديل عندك؟ طيب أنت لما تكون بدولة متقدمة زي أوروبا وأمريكا مثلا على سبيل المثال، وأمنت الأساسيات من مأكل ومشرب وصحة وتعليم، اليوم تقدر تحكي أنه عمالة أطفال. بس أنا اليوم ما بحكي بالدول العربية أنه هاي عمالة أطفال، لكن أنا بقول خليني أشوف البيئة اللائقة لعمالة الأطفال. هل ساعات العمل عندهم تتناسب أو لا تؤثر على الدراسة؟ البنية الجسدية لهؤلاء الطلاب، هل تتحمل ابن الخامسة والسادسة أن يعمل 6 ساعات إلى آخره؟ هل يستطيع ابن الـ 11 سنة أن يعمل في نقل الطوب في الحرارة الكبيرة جدا، بالذات في مناطق حارة زي العراق وإلى آخره؟ اليوم الرقم بدنا نعكسه حتى نحلله حتى نقدر نوجد حلول حقيقية. إذا بدنا نكون صادقين مع أنفسنا وعندنا مرايا مستوية ننظر بنفس المسافة حتى نعرف شو عيوبنا. فالأرقام بدها كثير شغل. بالمجمل إذا تم إهمال الموضوع، وما رح أقول من مين، يعني أنا لما بورقة الدكتور بقول لي مزيدا من التحقيقات، شو بدي التحقيق؟ أنا مين بدي أحقق لي؟ وحققت ولقيت إنه سين وصاد، وبعدين أنت اليوم في عندك حالة طارئة بحادث بالشارع، بقول والله بدي أشوف مين اللي عمل الحادث حتى أودي أسجل، ولكن أسعف المريض ما بدي موت. أنا اليوم عندي حالة طارئة بدي أتعامل معاها، عندي مجموعة من الأطفال يحتاجوا إلى بيئة صحية وبيئة أسرية وبيئة نفسية وإلى آخره، أنا اليوم بعالجهم، بعدين بنتقل للتحقيقات. هذا آخر هم التحقيقات. وشو حتحصل تحقيقات؟ مين حيعطي حقك؟ الأمم المتحدة ولا المحاكم الدولية؟ ولا تعنيك ولا تعنيها. اليوم داو جرحك بإيدك. اليوم أنا بروح باتجاه إسعاف الحالة فيما يختص ب العنف الممارس أو الحياة الغير لائقة بالأطفال في الأرض كلها أو في العراق على وجه الخصوص، إذا كنا إحنا عم نحكي على مشكلة إقليمية تخص مثلا دولة كدولة العراق. بالمجمل إذا تم الإهمال من مؤسسة العشيرة والناشطين وكل واحد بالجاع الثاني، إحنا بنحكي على بعد 20 سنة اللي هو الجيل، حيطلع عندي جيل غير متعلم، ولك أن تتخيل الجيل غير متعلم شو حيبرز، وجيل مدمر نفسيا حاقد على كل المجتمع. ستكون النزوع الإجرامي عنده أكثر، الأمراض النفسية حدث ولا حرج، أنت بتتعامل مع قنابل موقوتة ما بتعرف متى بتنفجر. غير أنه يا سيدي هذول ما هو لا تعليم ولا ظروف نفسية كويسة، والشباب جاهزين للتجنيد، المنظمات الإرهابية بكافة أشكالها، الإرهاب اللي لابس ربطة والإرهاب اللي مش لابس، وكل إرهاب أحيانا، يعني ما يغرك انه صوروا لك بالاعلام شكل الارهاب طاقيه ودشداشه قصيره، مش بضروره. الارهاب مرات انه عم بتدمر صحه امه بمنتج بس انت عم بتسوق له وفاتح له المجال انه يفوت الاسواق للاطفال. نسبه الاصباغ اللي بمأكولات الاطفال هذا ارهاب، اذا بدك تحكي على ارهاب لجيل. فاليوم احنا بنحكي على جيل سيخرج فاقد لكل شيء، فاقد البوصله، فاقد الاهداف. هذه راح تكون عندي اشكاليه كبيرة جدا. بنحكي عن التعليم والصحة، إذا بنحكي عن المستقبل، إذا بدنا نطلع على العراق واليمن وأي بلد بالعالم يريد أن ينهض من كبوته، وكل هذه دول العالم ينتكس ثم يعلو ثم ينتكس، هاي حركة التاريخ. إذا اليوم الواعين
المتسيدين لزمام للصدارة. اليوم احنا عم نفكر ب نضبط الأساسيات، حنحكي على المستقبل، نحط خطة بعد 20-50 سنة، مش قصة انك متى توصل، مش انك تبدأ بالوصول. بالنهاية مستمعينا ومشاهدينا، جميل جدا انه نبدأ بالعمل، ومش بالضرورة نضل نعلق على الشماعة، ما حيفيد. اليوم هاي المنصة الإعلامية، إذا قدرنا نوصل هذا الصوت إنه نبدأ المدارس، الجامعات، الإنسان العراقي اللي أذهل العالم بعلمه. اليوم لا يوجد محطة بالعالم إلا فيها عالم عراقي، من معلم مدرسي إلى عالم الذرة. اليوم إحنا بحاجة لكل شعبنا يرجع بقدراته وكينونته، يرفد بلده وداوي جرحه. بحاجة لكل يمني يرجع اليمن، سواء كان يرجع بما أعطي. اليوم بحاجة لكل الناس تتكاتف، كل الناس أيا كانت، مستضعفين في الأرض. أعتذر عن الإطالة، لكن هذه نظرة شمولية للفئات الأكثر عرضة للانتهاك، اللي لازم نعطيها نوع من الدعم وربما تحديد المشكلة حتى نقدر نبلش بمقترحات الحلول. شكرا. نشكر الدكتور عماد الزغول على محاضرته اتفاقية حقوق الطفل، وتناولت التعريف باتفاقية حقوق الطفل وبيان خصائصها ومبادئها الأساسية والتدابير الخاصة بحماية الأطفال، ولا سيما الأطفال النازحون والأطفال وقت الحروب والنزاعات المسلحة. ننتقل الآن إلى مداخلة للدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه الشكر الجزيل حقيقة للضيوف الكرام على ما قدموه وعلى مشاطرتنا المشاعر الأخوية الصادقة والهموم والبحث عن الحلول والانتقال من خلنا نحكي مرحلة الكلمة إلى مرحلة الفعل، وهذا الشكر الجزيل لكم. ولدي بعض الإضاءات حقيقة، يعني بداية سعي واشنطن إلى إفلات قادة والجنود الأمريكان من العقاب. هذا الأمر حقيقة يعني له مؤشر صارخ، وهو العلم المسبق بحجم الانتهاكات التي سترتكب في العراق أثناء الغزو والاحتلال وبعد، وإلى يومنا هذا حقيقة. وهذا يفند ما جاءت به واشنطن وبريطانيا ولندن على أنه سيكون هنالك عراقا جديدا ونموذجا. يعني اليوم لا يختلف اثنان على أن ما حصل في العراق هو يعني جريمة كاملة الأركان، دفع وما يزال يدفع العراقيون ولا سيما الفئات الضعيفة الثمن الباهظ لها. معاهدة حقوق الطفل هي أكثر المعاهدات التي صدقت عليها الدول الأعضاء. هذه الحقيقة يعني تعكس أهمية هذه الفئة عالميا، لكن ما نراه في العراق أنه هذه الفئة مهملة، هذه الفئة متروكة لمواجهة المصير، هذه الفئة لا يؤبه بها. ممكن مثل ما تفضل الدكتور عماد أنه في العراق والحالة في سوريا والحالة في اليمن، نعم، لكن فيما نحن فيه نحن نناقش الحالة العراقية. فيعني هذا الكم الهائل من المصادقات على الاتفاقية، ولكن يتم تجاهل هذا الموضوع. عودة إلى موضوع الجغرافيا، الأمر مرتبط بالجغرافيا، مرتبط بالعرق. فهذا التمييز، يعني دكتور عماد ذكر من جملة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وأوكرانيا، وأنا أحييه على هذا الجمع،
لكن هل هذه النفسية متولدة لدى الغرب؟ هل هذه النفسية من يتشدقون وبالدفاع عن حقوق الإنسان؟ الحقيقة مواقف يعني مقززة، تصرفوا لأنه في كثير من المواطن كان يحتاج إلى تداخل، يحتاج إلى تداخل جراحي حتى في القضية العراقية أو القضية العربية عموما، لكن لم نرى ذلك، في حين الكل يشهد ردة فعل المجتمع الدولي بين قوسين والدول المتطورة أيضا بين قوسين والدول العظمى أيضا بين قوسين تجاه هذه القضية والكيل بالمكيالين إذا كانت القضية تعني شعبا آخر. سمحت يا دكتور أيمن، هو كما ذكر الأستاذ حسان يعني انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية حقوق الطفل ويدل على النية المبيتة لحماية جنودها من المحاسبة، هذا يدل على سبق الإصرار والتصميم على الجريمة قبل أن تقع، فهو يعني هم يحسبون لذلك ألف حساب، فجاء الأمر مقدمة. ثم كما ذكر زميلي المحاضر أنه الأطفال ليش بيعملوا، الأرقام ممكن تكون مش صحيحة، الأطفال اضطروا إلى العمل بسبب مقتل ذويهم ومعيلوهم، اضطروا اضطرارا وليس ترفا، فهم مضطرون لذلك. ثم أنه النهوض مما نحن فيه يبدأ أولا بالإصلاح السياسي، فإذا كان الفساد ومنظومة الفساد هي التي تحكم في العراق، ولذلك نرى أننا من سيء إلى أسوأ وليس إلى الأفضل، فلا بد أن تكون النخب السياسية تحمل هم العراق، تحمل هم الجيل، تحمل هم الإصلاح، لا تهمل ذلك، لا أن تملأ جيوبها فقط. ولذلك رأينا ما حدث في اليابان في الحرب العالمية، في ألمانيا كيف أنه نهضوا من الحضيض، من الدمار، من العدم، وسلطوا على ماذا؟ على التعليم. التعليم والثقافة هو الأساس في نهوض الأمم ورقيها، وهذا ما كان في العراق قبل الحرب، أنه نهض نهضة علمية مشرفة سادت العالم بحضارتها وبثقافتها وبعلمها. فيعني من هون أنه يبدأ الإصلاح. وشكرا. الله يرضى عنك دكتور، شكرا لك. هو جيت على الأرقام والإحصاءات، الحقيقة هي من مصادر أممية وحكومية، يعني ذكر الدكتور أنها من مصادر أممية وحكومية، هذا طبعا لجعل البحث رصين، علميا يكون البحث رصين، لكن حجم هذه الأرقام ماذا يعكس؟ ممكن لأننا أصلا حقوق إنسان، والإنسان مفرد ترى مو جمع الإنسان، لأهمية الموضوع، ومثل ما تفضلت لهدم الكعبة وإلى نهاية الحديث، لكن حجم الأرقام هذه تعكس أن الموضوع ممنهج، والموضوع مخطط مسبقا، والموضوع يراد له إذلال العراق، ويراد له إذلال هذا الشعب الذي الكل يشهد بحضوره الإيجابي على الصعد كافة، لأنه لا مستحيل، يعني اليوم إذا نجمع بطريقة حسابية بدائية ما تفضل به الدكتور في ورقته من إحصاءات، ملايين الأطفال بلا طفولة، لا يمكن أن يكون هذا الموضوع عبثا. عفوا، نعم هو الطفل الواحد يهمنا، لكن هذا الحجم يعني مؤشر أنه هذا الأمر يراد مراد له ذلك، وهذا طبعا حجم الإحصاءات وحجم الأرقام أيضا ماذا يأخذنا؟ يأخذنا إلى تضاؤل الطموح. إحنا أصبحنا اليوم بس ندور عن لقمة العيش، هل تصدق في العراق يموتون جوعا؟ والله مأساة مبكية، مسألة غير يعني، والله ألتقي ناس من غير العرب
يقول مستحيل يا أخي في ناس تموت من الجوع بالعراق. نعم في ناس ماتت من الجوع والإهمال والعطش وغياب الخدمات، هذا كله طبعا في نهج الإذلال. مؤسسة العشيرة مؤسسة محترمة، لا جدال في ذلك، لكن في الحالة العراقية بالعودة إلى مؤسسة العشيرة هذا هنا يؤشر ماذا؟ يؤشر تراجع. وهذا التراجع شو السبب فيه؟ هو حصول العدوان، لأنه جنابك ضربت مثل بتوفير المستلزمات ومستلزمات العيش الكريم في الدول الأوروبية. سيدي هذه كانت في العراق قبل 2003، والله العراقيون كانوا ملوكا غير متوجين. أنا لا، وأنا كنت متضرر من النظام السابق، لكن هذا الإنصاف يدفعنا أن نتحدث بهذا الأسلوب. اليوم يضرب بالدول الغربية، والله كانت الدول الغربية وأنا زاير دول غربية ينظرون بإجلال وإكبار للعراقي لأنه يمتلك المادة ويمتلك العقل، وهذا بشهادتهم. فقدان أكثر من جيل في العراق، يعني هذا أيضا اليوم لدينا أجيال فعلا فاقدة للبوصلة كما تحدث الدكتور الله يجازيه الخير، وهذه مشكلة كبيرة. وهذا أيضا يعضد نظرية التخطيط المسبق لما حصل ويحصل في العراق. دكتور في الختام، يعني أنا لا 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 أطرح رأيا سياسيا ولا أتبنى رأيا سياسيا، أنا أحب أن أكون رجل حقوقي عام، يعني لا أتبنى رأيا سياسيا لأنه حتدخل بها الدوام ما حتطلع، يعني كل فئة سياسية حتستغل أي نقطة للتسقيط السياسي وهتطلع. ما أنا اليوم بهمني الطفل بما هو طفل، إذا بدي أعكس الأرقام اللي أنت بتحكي فيها أعكسها على المرأة حتطلع كمان نفس الأرقام وأكبر، إذا بدي أعكسها على كبار السن نفس الإشي. ومجتمع طالع من حرب، بعدين يعني أنت اليوم واقع بمصيبة، يعني بدل ما تحكي إنه الجلاد شو عمل فيه، أنت هلا داوي حالك. أنا هاي اللي بحكي عليه، أنا اليوم بحكي إسعاف الحالة الطارئة هو الأولى والتركيز عليه، يعني بقول سيكون أكثر فائدة، لأنه ما حنطلع من الدائرة، ما حنطلع منها، إذا دخلنا فيها ما حنطلع منها. ومش بالضرورة أنه تفوت فيها، أنت ما تفوت بالدوامة. اليوم نحكي عن العراق بما هو عراق، الطفل بما هو طفل، المرأة بما هي مرأة. اليوم أنا بعتقد الجهود لازم تروح تنصب بهذا الاتجاه حتى نقدر نخطو خطوة. وبالمناسبة إحنا لسنا يعني منفردين عن العالم، يعني بعد الحرب العالمية الأولى والثانية بأوروبا ما أنت بتعرف كان الدمار، مين اللي وقف مين اللي نهض بالمجتمعات؟ ولا جهة سياسية ولا حكومية، مؤسسات المجتمع المدني، العائلات البصير، المنظمات البسيطة هي التي كل جامعات أوروبا العريقة ارجع إلها بتلاقي المؤسسون لها والمال اللي يدار فيها مال شخصي وليس حكومي. اليوم احنا إذا بنتعلم من العالم خلينا نتعلم منه، إذا بنظل عندك وعندي ما حنوصل. طيب أوكي عنده يا سيدي وهذا هو الغلطان، وبعدين ما حنطلع من الدائرة. اليوم أنا بحكي للشباب الواعي، للإنسان العراقي، لليمني، للعربي، للإفريقي المستضعف الأسود اللون المختلف عنك بالبشرة وباللغة، الآسيوي، السحنة الشرق أوسطية، ما هي سحنة صارت يعني بدون بحسب الترتيب من يملك السلاح، هو الذي يملك القوة، هو الذي يملك الأجندة، هو الذي يملك. هون إحنا بنحكي. فأنا بعتقد الطفل هو طفل، المرأة هي المرأة. اليوم بعتقد أنه نبدأ من الحلقة الأكثر تأثيرا، الناس اللي تلم حالها على بعضها، الناس دير بالها على أولادها، العشيرة إلى آخره، بعدين بتشوف أنت طابة الثلج هاي بتبلش تكبر، وإن شاء الله رب العالمين يفرج على كل المستضعفين بالأرض. شكرا لكم. قبل أن نختم الندوة، إنما تم طرحه وعرضه بشأن ما تعرض له أطفال العراق من جراء الحرب العدوانية التي قادتها أمريكا وبريطانيا، والتي أفضت إلى غزو واحتلال البلاد وما تلاها من أعمال عدوانية وانتهاكات وفظائع، ما يزال العراقيون يدفعون ثمنا باهظا من جرائها يوميا، والتي تجعل العراق من بين البلدان الأكثر احتواء على ضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء في العالم. وفي هذا اليوم نجدد الدعوة
إلى إجراء تحقيقات حاسمة في الجرائم التي ارتكبها قادة الولايات المتحدة والتحالف في بدء الحرب العدوانية ضد العراق وإدارتها وحجم تداعياتها، إنصافا لضحايا العدوان من أبناء الشعب العراقي بكل فئاته ولا سيما الضعيفة منها وفي مقدمتهم الأطفال الأبرياء. ولا يسعنا في ختام هذه الندوة إلا أن نجدد شكرنا للضيفين الكريمين على ما طرحوه في الندوة، والشكر موصول لكم مشاهدينا وحضورنا الأعزاء على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.